واش هاد الشعر هو هاد الشعر اللي كتشوفوه في الصورة؟ شوفوا الفرق ما شاء الله، راه واضح وباين. غادي تعالجي الشعر قد ما عالجت انا الشعر ديالي من التقصف ومن الهيشان ومن الجفاف ومن الحروشية ومن شوف هي الشعر ديالي راه كان جيكس 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 جيكس، مكان ما فيه كان فيه ما يتشاف. شوفوا الفرق البنات، هذا هو الشعر ديالي كيفاش كان وكيفاش ولا الحمد لله بهذا الكيراتين والبروتين اللي غنشارك معاكم البنات. ما شاء الله هذه هي النتيجة، ما شاء الله شوفوا الشعر كيفاش كيخرج. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا ان شاء الله اهم حاجة طريقة التطبيق. غنشارك معاكم المفاجأة، واش من مفاجأة اللي كتنتظروها من شحال هذه. سلام الغاليات، اصبركم لاباس عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخيرين وعلى خير ان شاء الله. اللي كتشوف لا فيديو ديالي لاول مرة ديري لختك واحد لايك 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 اه لايك، ديك بصمه اللي كاينه تحت لا فيديو، واشتركي دابا في القناه وفعلي داك الجرس اللي حداه صغيور باش اي فيديو ان شاء الله حطيته في القناه يوصلك انت الاولى باذن الله. اليوم البنات غنشارك معاكم بروتين كيراتين كل شيء مجموع فيها البنات اللي غادي يخلي لك الشعر تبارك الله مسبسب حرير 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 حرير، والنتيجه البنات كل شيء كتشوفوه قدام عينيكم. بهاد الوصفه هذه غادي تعالجي اختي الشعر ديالك من التقصف ومن الشوفيه ومن الحروشيه ومن الشعر مكردد وحرش ومسالي ما فيه ما يتشاف. مكونات اللي جد جد طبيعيه ديال بنات الشعب، اهم حاجه غادي تخلي لك الشعر تبارك الله هي البنات اش غادي نقول لكم، حرير 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 حرير. وقد ما كان الشعر ديالك متقصف وجاف وناشف غادي تعالجيه بهذه الوصفه يا اختي. خليك معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوف ان شاء الله المكونات، لان عطيتها لك من القلب الكبير زائد طريقه التطبيق. اليوم ان شاء الله البنات غنشارك معكم المفاجاه، واش من مفاجاه اللي كتنتظروها من شحال هادي. وبزاف ديال البنات كيطلبوا مني كوثر عافاك ديري لنا شي مسابقه، راه شحال هادي ما درتي لنا شي مسابقه. راه تقريبا من المسابقه الاولى اللي كندير دابا تقريبا راه شي 6 شهور ما عاود درت شي مسابقه، وهذه راه المسابقه الثانيه ان شاء الله ليكم يا احلى متتبعات. فيها جوائز قيمه ما شاء الله غادي توصلك حتى لباب الدار ديالك. وشكرا للناس اللي فازوا في المسابقه الاولى بالجوائز ديالهم، الحمد لله توصلوا بها حتى للدار ديالهم، اللهم لك الحمد واللهم لك الشكر. بغيتكم تكتبوا في لي كومونتير الناس اللي ربحتوا في المسابقه الاولى، بغيتكم تكتبوا في لي كومونتير انكم توصلتوا بالهديه ديالكم، وشكرا على المصداقيه ديالكم وشكرا بزاف بزاف بزاف. اذا البنات ندوزوا ان شاء الله المسابقه. هذه المسابقه ان شاء الله فهي عالميه عالمية، يعني في جميع يعني جميع الدول، كيف ما كنتي، كنتي في المغرب، كنتي في الجزائر، كنتي في تونس، كنتي في مصر، كنتي في ليبيا، كنتي في إسبانيا، كنتي في فرنسا، كنتي في كندا، في أي دولة ممكن تشارك في هذه المسابقة، يعني ما عندهاش حدود. في ما كنتي في أي مدينة في أي دولة غادي توصلك الأمانة ديالك حتى الباب الدار ديالك الحمد لله. أهم حاجة أهم حاجة المصداقية والشفافية باش ربي كيزيد ويبارك الحمد لله والشكر لله. وهذه المسابقه ان شاء الله راه مضمونه 100% 100% 100% ان شاء الله. غادي يكون السحب على المباشر على المباشر وقدام عينيكم في لايف، غادي ندير لايف ان شاء الله وغادي نسحب خمسه ديال الناس خمسه ديال الناس. وبهذه المناسبه وبهذه المناسبه ان شاء الله هذه المسابقه شراكه انا وقناه شيماء ميلا الصديقه ديالي. هذا الجيفواي ان شاء الله هو جيفواي مشترك بين القناه ديالي والقناه ديال شيماء، يعني حنا جوج يعني حنا جوج في جيفواي واحد ان شاء الله. يعني حنا مربحين 10 ديال الناس، خمسه ديال الناس من عندي وخمسه ديال الناس من عندها. يعني انا ان شاء الله في اللايف ديالي غادي نهز خمسه ديال الناس، وهي في اللايف ديالها ان شاء الله غادي تهز خمسه الناس، يعني في المجموع 10 ان شاء الله. ان شاء الله بالنسبه للجوائز ان شاء الله البنات 5000 درهم 5000 درهم البنات للربح، 5000 درهم للربح. تقدر تربحها انت، تقدري تربحيها انت، تربحيها انت، اه انت اللي كتشوفي فيا، تقدر تربحها خويا. انا عارفه كون كتقولوا بانني من شحال هذه وانا كنشارك وانا كنشارك وما عمرني ربحت، ما تفقدوش الامل، ما تفقدوش الامل، راه ربي كبير سبحانه وتعالى. الا ما ربحتيش اليوم تقدر تربح اليوم معايا ان شاء الله، راه حتى شي حاجه ما مستحيله مع الله سبحانه وتعالى. حتى شي واحد فينا ما كيعلم بالغيب، يعني غير ديروا النيه، ديروا النيه وربي كيكمل بالخير. اللي كيدير النيه ديالو في الله سبحانه وتعالى ما عمره ما كيخيب. ديروا النيه وشاركوا وشاركوا في المسابقه. 1000 درهم البنات شكون عطاها لكم؟
كيف ما بغيتي تكوني، راجل او سيده او امراه او وليد صغير او كيف ما بغيتي تكون، 1000 درهم راه فلوس. شكون عطاكم 1000 درهم؟ 1000 درهم لواحد، خمسه ديال الناس ان شاء الله اللي غادي يربحوا 1000 درهم باذن الله. 1000 درهم اختي شكون عطاها لك؟ يعني انت هزه التليفون، او انت يا خويا هز التليفون دخل وشارك في المسابقه ان شاء الله. ما عرفتي ربي يجيب لك الزهر، ربي يعطيك الخير ان شاء الله، وتربح ديك 1000 درهم تفرحي بها مويمتك، او تفرحي بها راسك، او تفرحي بها عائلتك، او تفرحي بها وليداتك. اللي كيدير الخير سبحان الله ربي كيعطيه الخير، يعني ما تفقدوش الامل. الحمد لله والشكر لله. الناس اللي كانوا ربحوا معايا في المسابقه الاولى راه خمسه ديال الناس راه تصدموا، مازال واحد الخمسه ديال الناس قالوا لنا الحمد لله، يعني انا كنشاركوا في المسابقات وكنربحوا، وخمسه ديال البنات، خمسه ديال البنات ما شاء الله تصدموا. عرفتي شنو يتصدموا؟ قالوا الحمد لله ما عمرنا في حياتنا دائما كنشاركوا في المسابقات وما عمرنا ربحنا، والحمد لله ربحنا معاك يا وورد كاتي، سيري الله يسهل عليك. بعد ذاك النهار انا عرفتي الحمد لله والشكر لله شبعت دعاوي ديال الخير. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. علاش كنقول لكم ما تفقدوش الامل وشاركوا، وحيدوا ديك الفكره الخايبه اللي عندكم انكم كتشاركوا وما كتربحوش. راه ربي كبير، دير امالك في الله وشارك وخليها على الله. ما عرفتي ربي يكون الزهر ديالك هاد الوقيته هادي، فاش انا غادي نهز السحب نقدر نهزك نتايا او انت يا اختي. 5000 درهم ديال الربح كيف ما كتشوفوا، ها نتوما البنات 5000 درهم كيف ما كتشوفوا، 1000 درهم لكل واحد كيف ما كتشوفوا هنا في لا فيديو، 1000 درهم 1000 درهم لكل واحد ان شاء الله، خمسه ديال الناس، وخمسه ديال الناس من عند القناه ديال الصديقه ديالي شيماء ميلا، يعني في المجموع 10000 درهم باذن الله، و5000 درهم من عندي، و5000 درهم من عند الصديقه ديالي باذن الله. وندوزو ان شاء الله بالنسبه لشروط المسابقه، فشروط المسابقه سهله وبسيطه وما فيها لا تماره لا عذاب لا حتى شي حاجه. كما كتشوفوا ان شاء الله غادي تدخلوا للقناه ديالي، فين كاينه القناه او ليشين كيف ما كتشوفوا في لا فيديو، لا فيديو كلشي موضح لكم، كلشي باين وموضح، كلشي ما شاء الله باين. غادي تدخلوا ليشين او القنوات، غادي ديروا لي ابوني لجميع القنوات، ما تنساو ليا حتى شي قناه وحده اخرى، لانني غنطلب لكم السكرين، غادي نطلب لكم السكرين بالنسبه للناس اللي غادي يربحوا ان شاء الله، باش تعرفوا المصداقيه والشفافيه، لانه هاد الفلوس ديال الناس ما فيهاش اللعب، حنا ما كنلعبوش هنايا. هاد الفلوس ديال الناس يعني مكرفسين ومعذبين مساكن باش يطلعوا القنوات ديالهم، راه ما يمكنش ليا انني نضحك على الناس ولا نديروا شي حاجه اللي ماشي هي هذه، ولكن نخدموا بشويه ديال المصداقيه، نخليو فينا المصداقيه والشفافيه، لانه هي الشعار ديالنا الحمد لله والشكر لله، باش ربي كيزيد ويبارك ويسهل علينا ويسهل عليكم كذلك. اذا اش غادي نقول لكم بالنسبه للشرط الاول ان شاء الله، كيف ما قلت لكم غادي تدوزوا القنوات كاملين، ابوني تفعيل الجرس، غادي تولي عنو ان شاء الله ديك جوج شريطات، ابوني تفعيل الجرس، يكون داك الجرس فيه جوج شريطات، وغادي ندخل لهذيك القناه. مهم ندوز ان شاء الله القنوات كاملين، ابوني 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 ابوني، تفعيل الجرس تفعيل الجرس تفعيل الجرس، القنوات كاملين. بغيتو تبداو من الفوق بداو، بغيتو تبداو من التحت، راه ما كاينينش قنوات كثيره، ما كاينينش قنوات كثيره، راه ما دير لك تقريبا حتى 5 دقائق. من بعد شنو غادي ديرو؟ غادي تجي القناه الاولى اللي درتي لها ابوني، غادي تدخلي ليها، غادي تدخلي لاخر فيديو حطو، اخر فيديو حطو، غادي تخدمي داك لا فيديو واحد جوج دقائق 3 دقائق، خليه واحد شويه دايز. من بعد شنو غادي ديري؟ غادي ديري لايك باش تثبت لك المشاهده وتثبت لك اللايك. من بعد ملي غتكملي لايك غادي تهبطي لي كومونتير، لي كومونتير غادي تكتبي كومونتير اللي غادي يكون كيهضر على المحتوى ديال لا فيديو اللي كتشوفوا فيه. مثلا هذا المحتوى ديال الطبخ كتقولي تبارك الله عليك، شهيوه زويونه، ما شاء الله عليك هكا. مهم انت غادي تهضري، غتكتبي داك الكومونتير او تكتب داك الكومونتير على حسب داك المحتوى اللي كتفرج فيه. كيف ما بغات تكون القناه، والقنوات ما شاء الله يعني محتوى في المستوى، ماشي شي محتوى اللي ماشي هو هذاك، يعني هذا المحتوى كيستاهل منكم التشجيع ديالكم وانكم تعاونوهم ما شاء الله. يعني قنوات ديال قنوات مساكن يعني واقفين وخدامين ومكرفسين باش يطلعوا القنوات ديالهم ما شاء الله، محتوى اللي في المستوى ما شاء الله. وانا راه ما عمرني انني ندعم شي قناه اللي ماشي في المستوى ما شاء الله. هاد القنوات قناه كتنسيك فخره ما شاء الله، بغينا نعاونوهم وبغينا نساعدوهم ونشجعوهم ما شاء الله، باش حتى هما القنوات ديالهم تكبر وتساعد. واللي كيدير الخير واللي كيعاون راه ربي كيجيب ليه من يعاونه، يعني عاونوا هاد الناس وشجعوهم باش ربي يشجعكم ويسهل عليكم. وكيف ما شفتوا ما شاء الله يعني راه الشروط سهله وبسيطه. وثاني حاجه غادي نقول لكم، مني غادي تكملوا هاد الخطوات ان شاء الله كاملين في القنوات كاملين، غادي ديروا السكرين، غادي تصوروا ليا انكم درتوا ليا ابوني وتفعيل جرس ولايك في لا فيديو،
ضروري هذه. فاش غادي نسحب ان شاء الله في اللايف، غادي نسحب الناس باذن الله من الابليكاسيون اللي كتسحب المعروفه اللي كيخدموا بها كاع اليوتيوبرز الكبار، يعني معروفه ما فيها لا غش لا كذوب لا حتى شي حاجه، كاع اليوتيوبرزات الكبار كيخدموا بهذه الابليكاسيون ان شاء الله اللي غادي نخدموا بها في اللايف باذن الله قدامكم وقدام عينيكم. انا فاش غادي نربح هاد الناس ان شاء الله، فاش هاد الابليكاسيون غتهز لي هاد الناس، راني غنتواصل معاكم وغادي نطلب منكم السكرين باش تكونوا على بال، واللي ما صيفطش ليا السكرين راه ما غاديش يربح، وغادي نضطر انني نعاود السحب. يعني الله يخليكم، اللي باغي يربح ان شاء الله 1000 درهم، اللي باغي يربح معانا ان شاء الله 5000 درهم، كملوا طبقوا الشروط، الله يرحم لكم الوالدين، باش ان شاء الله تكون الشفافيه والمصداقيه. وندوزو ان شاء الله الشرط الاخير باذن الله، هاد لا فيديو اللي كتشوفوا فيه، هاد لا فيديو هذا اللي كتشوفوا فيه ديال كيراتين بروتين، هو ان شاء الله اللي غادي يكون منه السحب باذن الله، هو اللي غادي نهز منه في لي كومونتير باذن الله، غادي نهز ان شاء الله الرابط وغنحطو ان شاء الله في الابليكاسيون قدامكم وقدام عينيكم. يعني غادي تكتبوا ليا في لي كومونتير الاسم ديالكم او الرقم الهاتف ديالكم او جيمايل او الانستغرام او اي حاجه، فاش انا ان شاء الله نقدر نتواصل معكم. الحمد لله في المسابقه الاولى راني ما لقيتش نهائيا شي مشكل، كلهم كتبوا لي الرقم ديال التليفون ديالهم كاملين كاملين كاملين. يعني كنتمنى انكم تكتبوا لي حاجه وحده، رقم التليفون او رقم الايميل او الجيميل او الانستغرام، مهم شي حاجه فاش نقدر نتواصل معكم. وشكرا لاحلى متتبعات، وانا عارفاكم انكم ما غاديش تبخلوا على هاد الناس هادو، لانهم يستاهلوا محتوى في المستوى، وغادي تدخلوا وغادي تشوفوا ما شاء الله، لانكم غادي تستافدوا. اذا ان شاء الله فاش غادي نقول لكم البنات، ندوزوا ان شاء الله الكيراتين ديالنا اللي من اروع ما يكون، ما غاديش نطول عليكم، خليكم ان شاء الله مع مكونات الوصفه وطريقه. اول مكون ان شاء الله غادي نحتاجه هو الروز اللي كيكون اللون ديالو ابيض، البنات راه كيتباع عند العطار عند مالي الحوانت، غناخذ منه انا تقريبا على حساب الشعر ديالي ما شاء الله قوي، غادي ناخذ جوج كيسان صغار ديال اتاي ديال الروز، وانتم غادي تاخذوا على حساب الطول ديال الشعر ديالكم والكثافه ديال الشعر ديالكم. راه ما شاء الله هاد الكيراتين هاد البروتين البنات، راه اش غنقول لكم، غادي تجربوه البنات، جربوه الله يعطيكم السر، الا ما جربوه اجيو عندو لي كومونتير وقولوا لي الراي ديالكم، راه واعر 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 لواحد الدرجه اللي خيالي. هذا راه عندي كود كور ديالي انا هاد البروتين، لانه صراحه باقل تكلفه وكلشي عندك في الدار ديالك. المهم غناخذ جوج كيسان ديال الرز اللي كيكون لون ديالهم بيض، وغنزيد عليه جوج كيسان ديال الحليب كيكون كامل الدسم، وغادي نطحنهم في المولينكس، غنخليهم واحد الساعه مرقد وغادي نطحنهم في مولينكس. من بعد غادي نديرهم في، من بعد غادي نصفيهم في زويف ديال حياتي، من بعد غادي ناخذ ديك الكاسرونه وغادي نحطها فوق البوطه وغنبقى نحرك 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 حتى يعقد معايا الخليط. من بعد غادي نجيب الخليط ديالي، غادي نزيد عليه صفار بيضه، بالنسبه للشعر ديالها جاف وحرش وناشف بزاف دير غير صفار بيضه. من بعد غادي نزيد ياغورت طبيعي اللي هو دانون مسوس، دانون كامل، وانت غديري على حساب الطول ديال الشعر ديالك. من بعد غادي نزيد جوج معالق كبار ديال الزبده، من بعد غادي نزيد معلقه كبيره ديال زيت جوز الهند، من بعد غادي ندير ثلاثه المعالق ديال الزيت نباتيه ديك ديال الدار اللي كنطيبوا بها، غير هو يكون ديال الذره ولا تكون ديال نوار الشمس. يعني انا تهليت فيكم بلا ديك قوه الزيوت، غير الزيت ديال الدار، زيت ديال الذره ولا زيت ديال نوار الشمس. من بعد كيفاش غادي نطبقوها في الشعر ديالنا، غادي تمشطي الشعر ديالك مزيان 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 مزيان، من بعد غادي تطبقي خصله بخصله. ملي غادي تطبقي خصله بخصله غادي تجمعي الشعر ديالك كامل، غادي تجيبي واحد المشطه وغادي تمشطي من التحت للفوق كيف ما كتشوفوا، كلشي موضح لكم في لا فيديو ما شاء الله. من التحت للفوق البنات هاد الكيراتين هاد البروتين راه شي حاجه ديال التوب توب توب ما شاء الله، وشي حاجه اللي واعره بزاف بزاف بزاف. وصافي كتبقي بهذه الطريقه حتى كتكملي الشعر ديالك كامل، من بعد كديري واحد السلوفان ولا كديري بوني ولا كديري الومنيوم، المهم كتخلي الشعر يسخن واحد شويه، عندك من ساعه حتى لربعات السوايع حتى لسته السوايع قد ما بقى في الشعر ديالك ما شاء الله، غادي يعطيك النتيجه واعره واعره. صافي من بعد كتكملي كتغسلي الشعر ديالك بالشامبوان بالديميلور بالماسك ديالو، من بعد كتنشفي الشعر ديالك كيف العاده، كتجيبي السيروم ولا جيل الويفيرا، انا كندهن بجل الويفيرا، من بعد كنشفو، من بعد كندير السيروم ديالي، من بعد غادي ديري الباتشا ديالك، غادي ديريها ثلاثه السوايع جهه وحده وثلاثه السوايع جهه وحده اخرى وثلاثه السوايع جهه وحده اخرى، يعني النهار كامل وانت غتبقاي تبدلي في الباتشا ديالك. او هذا البروتين هذا ما كاين لا ضفيره ما كاين لا سفنجه نهائيا، غديري لي اختي الباتشا، غادي تدوري الشعر ديالك كل مره تدوريه على جهه وصافي البنات. بهذه الطريقه وجربوه الله يعطيكم السر، الا ما جربوه اجيو عندي لي كومونتير، غير شي حاجه ديال توب توب توب. اذا البنات اش غادي نقول لكم، ما سخيتش بكم، وغادي نقول لكم ان شاء الله جاي المزيد والمزيد، وغادي نقول لكم ان شاء الله في لا فيديو الجاي باذن الله.